شربات بمنتهى الارتياح. والله شكله مش بطال. نعم. انا مش فاهمه ازاي ساميه ما عزمتنيش على الفرح بتاعها. هتعزمك امتى؟ ما دام اتجوزوا في 5 دقائق. فاكره كم سنه جريت وراكي لحد ما اتجوزنا؟ الزمن اتغير دلوقتي، تكنولوجيا. دلوقتي سيبيني اشتغل. يلا. مش هتبطل العادة بتاعتك دي. طب وش معنى هو يزغل؟ هو مين بس؟ أنا عارفة بقى. يا ستي زهق من القعدة، عاوز يلاقي مفصله، أنا أعمل إيه؟ أي جون 100 100 هيطلع لعيب كورة ممتاز. يا بيا هتنام وتسيبني. طب أعمل إيه؟ لو يحب يتفضل عندي يتفضل. يا سلام مدحت. أنا خايفة يا مدحت. خايفة من إيه يا حياتي؟ هانت كلها كم شهر ويشرف. محمود محمود بص شفت دمه خفيف قد ايه؟ شبه امه بالظبط. طبعا لو كان شبه ابوه ما كانش طلع دمه خفيف، اصل الرجاله كخه. ايه؟ لا. ايه رايك ما دام هما جابوا ولد نجيب احنا كمان بنت ونجوزهم لبعض مش كده؟ يا ريت. قد ايه جميل ان الصداقه تستمر بين جيل وجيل. أنا متخيلك في الفرح، شعرك شايب وظهرك محني وماسك عصاية وقاعد تتعكد عليها. تعالي تعالي هنا وأنا متخيلك بنظارة على عينيك وسماعة لودانك ولمبجو في ظهرك وأولاد أولادنا تلعب في الجنينة. جنينة إيه بقى؟ الفيلا بتاعتنا. ودي تبقى فين دي؟ تعالي ما أوريها لك. تعالي. عجبك؟ الله حلوة قوي قوي. كل يوم وانا رايح للشغل كنت لازم اقف شوية اتفرج عليها. يا عيني يا عيني، كنت بتبصبص لها ولا ايه؟ وماله؟ يا سلام. وامبارح كنت حطير بالفرح لما عرفت انها معروضة للبيع. وهي تمنها كام؟ 30,000 دينار. ايه؟ احنا مش معانا 25,000؟ نحطهم كلهم في الفيلا؟ ونستلف كمان 5,000. لا انا ما احبش السلف. تعالي بس اتفرج عليها. تعالي مش هوافقك على حكاية السلف دي ابدا. يلا على محلك شوية يا محمود. الله ايه مالك؟ ابدا. في ايه؟ بقى لي كام يوم بحس كده بألم في جنبي. طيب انت لازم تشوف دكتور. الحكاية مش مستاهلة. تعالي ليلى تعالي. يلا يا محمود على مهلك. يلا. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا. بس بقى يا مدحت ما تعطلش الماتش. الله كده. طيب يلا حماده شوط واغلب هاني. حماده احذف لي. انا مامتك حبيبتك يا حماده. ما تسالش فيها. اهي يا حماده اهي شوف شايف. اه يا غشاش حضرتك بتشغل رشاوي. هو في حاجه بتمشي من غير رشاوي؟ خليها على الله. افتح بقك يا حماده. هم 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 افتح بقك. هم هم شاطر يا حماده. ممكن اعرف المطعم هيقفل الساعه كام؟ الله يا مدحت ما تعكننش على الولد بقى. نفسي تقطع. يوه طب يا سيدي مهمتك انت. يلا حماده نطلع ننام. اوبا تنيميه؟ ده انا بركبه من الصبح عشان العب معاه. الله مش مع النوم وجه.
يا ستي مش عاوز ينام من المغرب، مش عاوز يطلع قفل. الله، امال عايز يطلع خربوز ده يا ابوه؟ تسمح انت تاني مره ما تدخلش في تربيه الولد خالص. تصبح على خير بقى. افهم من كده انه حضرتك كمان هتنام من المغرب؟ يا مدحت انا مش شايله طول النهار مع الولد. باي باي بقى. باي باي بقى. ايه رايك يا ليلى لو نخلي لون اوض النوم روز؟ مش قبل نشتري الفيلا وبعدين نعمل اللي احنا عايزينه؟ ما خلاص اعتبريها بتاعتنا. الكونتراتو بينكتب وباذن الله هنمضي الاسبوع الجاي. مش معقول. مش ناقصنا غير انك تشدي حيلك وتجيب لنا بيبي. صحيح يا محمود، يا ريت. بس اوعى تغير رايك زي كل مره وتقول لي مش عايزين ولاد عشان ما يشغلوناش. لا المره دي لا. انا بس كنت مستني ان احوالنا تتحسن، ودلوقتي الحمد لله الفيلا بتاعتنا. مالك يا محمود؟ نفس الألم بتاع كل مرة. الألم اللي بيجي لك ده ابتدى يشغلني. أنت لسه ما رحتش لدكتور؟ لسه. وبعدين معاك في الإهمال ده. حقك علي، أنا هروح للدكتور. نشكرك يا دكتور إنك صرحتني بحقيقة مرضي. صدقني يا محمود، أنا ترددت كثير قبل ما صرحك، وبعد ريت من الأفضل إنك تعرف. تحب خبر ليلى؟ لا، من فضلك. أحسن ما تعرفش. طيب، كل ما تشعر بألم خذ إبرة من الدواء اللي أعطيته لك. طيب. خليك على اتصال بيا. دي جبتها منين؟ من الفلوس اللي في البنك. طب والفيلا؟ خلاص انا غيرت رايي. والغرام اللي كان بينك وبينها؟ غرام ايه يا حبيبتي؟ ليلى، انا قررت اني ما بحبش غيرك انت. ايوه، بس ايه اللي خلاك تغير رايك؟ انا مهندس، شغلي النهارده هنا، بكره بالمغرب، بعده بمصر. خلينا احرار، ليه نرتبط بحته واحده؟ نهيس نفرفش، احيني النهارده وموتيني بكره. أنا مش عارفة. ولد لذيذ بشكل، نفسنا نخلف ولد زيه بقى. لا لا، بلاش حكايه اولاد دي، قدامنا وقت. محمود انت جرالك ايه؟ الفيلا وغيرت رايك، والولاد كمان. في حد يجيب اولاد دلوقتي؟ هربيهم ازاي؟ نربيهم ازاي يعني ايه؟ زي كل الناس، البيت من غير ولاد ملوش قيمه يا محمود. في ناس ما عندهمش اولاد عايشين سعداء. محمود، في حاجه مضايقك في شغلك؟ ابدا. في حاجه مخبيها عليا؟ لا، بس الاولاد هيشغلوني عنك، وانا مش عايز انشغل بغيرك انت. الله، هو الوجع رجعك تاني؟ ما
بسيط. هرجع لك بعد شوي. Vous avez ma verrière? Oui, monsieur. Voulez-vous me l'envoyer dans ma chambre? من فضلك والله. نعم. ما شفتش الأستاذ محمود؟ أستاذ محمود في غرفته بياخد حقنة. بياخد حقنة؟ نعم. في أول الأمر المرض متاعه ما كانش خطير، لكن من مدة عام تقريبا أعرف اللي حالته ميؤوس منها. مش معقول خبى عني المدة دي كلها، ليه ما قاليش؟ ما كنتيش تقدري تعملي حاجة، حبك تعيش معاه اليومين الفاضلين من حياته بعينين خالية من الدموع. دكتور، في أمل. الأمل على الله. أنا أنصارحك بالحقيقة حتى تقدري تواجهي معاه الساعات الشديدة المقبلة. سلام وانت طيبة. مش تقطع التورته؟ ليلى، عايز اقول لك إن من يوم عرفنا بعض اديتي لي سعادة اللي يحلم بها أي إنسان. أنت أكتر يا محمود. عايز أقول لك كمان إن مش هنسى الأيام اللي عشتها معاكي. إيه اللي بيخليك تقول كده دلوقتي؟ معرفش.
ليلى. ازيك يا سامية؟ وحشتيني قوي يا ليلى. مدحت ليلى، كنت اتمنى نتقابل في ظروف احسن من كده. تفضل. مبروك الفيلا ولو انها متاخره. ميرسي يا ليلى. ساميه، ها؟ وحياتك انا عايزه عربيه توديني الاسماعيليه. لا، انت هتقعدي معانا هنا في المعادي، الاسماعيليه دلوقتي مهجوره. لكن بيتنا موجود. يعني هتقعدي لوحدك؟ عمتك وجوزها هاجروا وعايشين في سوهاج. باباكي مش لسه هناك؟ ايوه. خلاص اقعد معاه. اعملي معروف يا ساميه، افضل اكون لوحدي وانا في الحاله دي. معلش يا ساميه، سيبيها على راحتها، نروح الاسماعيليه. نرجع مصر قبل الضلمه؟ خلينا انا هنا احسن. ما هو يا ليلى يا حبيبتي مش معقول ابدا اسيبك هنا. خلاص سيبوها لي هنا، انزلوا علشان حماده لوحده، انا مش لاقيها خالص. زمان كانت بتخاف من شكه الدبوس، جتني برجليها. سيبوها لي عشان خاطري يعني. خلاص يا بابا، حاضر. Thank you.
عايزيني في المستشفى. اصل الفدائيين راجعين من عمليه عبور وجايز يحتاجوا لي. لازم اكون هناك. بدي تعرف دلوقتي بس انت ليه هنا؟ انا هنا بأدي واجبي. لكن انت هتقعدي هنا تعملي ايه؟ انا عايزه ابعد عن الناس. عايزه ابقى لوحدي. لما شابه صغيره زيك تقول كده. انا اقول ايه؟ انت عارفه محسن ابني مات شهيد وجاني احساس بالياس زيك. حسيت ان الحياه عبث ملهاش أي قيمة. فكرت إني أنطوي على نفسي زيك كده. إنما بعدين لقيت إن أنا غلطان. عمر العزلة ما هترجع لي ابني اللي مات. قربت للناس. ولما قربت لهم أكتر رجع لي شعور بإن حياة ابني موجودة في حياة كل شاب بيحارب. وإن أي جرح أي جرح بمديله إيدي هو جرح أنا. كمان عمر العزلة ما هترجع لك جوزك اللي مات. أي شيء خلي لحياتك هدف. لما تلاقي الهدف ده من غير ما تحسي هتلاقي اليأس هرب مني. حمادة ده يا عفريت. طب لف كمان مرة. يلا برافو. اوبا ليلى. اهلا اهلا يا ليلى. انا فرحانة قوي انك رجعتي. يلا نجيب الشنط. الشنط سبتهم في لوكاندا. لوكاندا ايه بس؟ ده انا وضبت لك اوضتك خلاص. انت صاحبتي صحيح، لكن مش معنى كده اني افرض نفسي عليك انت وجوزك. جوزي ايه يا شيخة؟ ده انت خليتيها خلي خالص. وهو معقول وانت في الحاله دي تقعدي في لوكاندا؟ يلا حبيبتي نجيب الشنط. يلا يا روحي. يلا يا ليلى. فاكره يا ليلى ايام زمان لما كنا في الداخليه وكانت دوالبنا جنب بعض وسرايرنا كمان كانت جنب بعض؟ وهاتي يا رغي طول الليل. يا ترى لسه زعلانه مني علشان كنت بسرق الشوكولاته بتاعتك من الكوموديينو؟ ما انا كمان كنت بسرق الكتب بتاعتك واخبيهم تحت المرتبة. ما انا كنت بنتقم. ده انا ياما رسمتلك شنب بالحبر شيني وانت رايحه في النوم ولا حاسه بنفسك. ولا فاكره يا ليلى لما كل البنات اللي في العنبر صحوا ولقوا عندهم شنبات؟ يا ده انا ياما بعمل فصول من دي كتيره قوي في مدحت يا ليلى. الله، ايه حكايتك يا ليلى؟ هو انا يعني لازم اعمل لك قراجوز عشان تضحكي؟ هو ايه ده؟ يا حماده اتكلم على جنب. اوبا اهلا. ازيك يا حماده؟ ايه البسكليته الحلوه دي؟ مش تركبني معاك؟ طب يلا انت فاهم زي ابوه. يلا حماده ركب طنط ليلى في الجنينه انا قبل ما احضر لكم الغدا. يلا حبيبي. أنا آسف، افتكرتك سامية، أنا مدب. معلش، حصل خير. أصل سامية بتعمل حاجات مني كتير.
وانا بحاول اخد بطاري. هي مشهوره بكده من ايام المدرسه. اتفضلي حكم، انا باجي من المحكمه ميت من الجوع وهمي على بطن. اتفضلي. في الحقيقه البسله دي من مقالب ساميه، من يوم ما اتجوزتها بحاول اقنعها انها فاشله في البسله، مش مصدقاني. اعمل ايه يا اخي؟ وفر الرماده بتاعتك دي للمحكمه، كل مره يقول كده لا، لو في الاخر الاقي الطبق فاضي. ده بس بعكسك. طيب دوقي كده. لا والله هتعمل. الله يكبر بخاطرك يا ليلى، الواد وابوه عاملين اغلبيه ضدي اهو، من هنا ورايح انت بقى هتسنديني. ايه اللي بتعمله ده يا حماده؟ ما كلمتوش؟ ما صلبتوش؟ دي كمان فيها رشاوي؟ يا دمك. خدي من غير سرقه. حطي الخمسه دي هنا. ليه بيدور؟ حماده يلا يا حبيبي، حمامك جاهز. خدي رواق. خدته. انا خدت الثمانية. ستي نعم. مفيش حماده نام. ممثل كبير عامل نايم. يعني طالع لمين؟ لمامته طبعا. حماده. حماده. الله. لا ده الذوق مش نافع معايا، انا هطلع احميها ليلى، وانت بس خدي بالك من مدحت وغلبيه، اوعي يغلبك. ها؟ لا عبك بقى كومي. تعرف تلعبها؟ ايه ده؟ والفرة من كام؟ من 101 بالبونت. بالبونت. تلعب كويس؟ جدا. اما اشوف. يا رب اعوض فلوسي. كويس كده. قشيت من اولها كده. اهو كده. بص بص تاني. بص انت بتبصر 7 و8. الله الله، بتغش يا مدحت بيه. انا متاسف. العقد على النظر. ودي ايدي كمان بنت بشايب. لا انت بتلعب 3 ورقات. صراحه ايوه، انت عارفه مهنتي، انا بشتغل مع محتلين ونصابين واللي يجاور الحداد، انت عارفه طبعا. لا لا يا عم انا مش قدك، انا بطلت. طب خلاص حقك عليا. لا نبتدي من اول وجديد ومش هغش والله. الظبطه بفرح. ماشي فرق. ليلى استعجلي يا ليلى، انا ورايا محكمه. يا اخي هو استنى بالمحكمه بتاعتك دي، حلمك شويه يا مدحت. الله ايه ده يا اخويا؟ الله انت هتخرجي كده؟ لازم يا حبيبتي تحطي شويه روش. ايه اللي بتقوليه ده؟ وده معقول؟ ده انا لسه ما بقليش. والنبي يا ليلى علشان خاطر. لا مش ممكن والله، انا حاطه لك غصب عنك. تعالي نقعد. ايه يا ساميه؟ والله حاطه. لا لا اغصى عليك. لا يا ساميه مش عايزه، والله مش عايزه. وبعدين معاكي. خناقه يا رب تحمي عشان نسترزق. بس بقى نفسي يا شيخه. صور يا مدحت الوحشه دي مش عايزه تحط روش، والله هبطلك العند بتاعك ده، لازم احط لك روش. يا ستي انا مش عايزه. يا ستي ما تتدخليش في شؤونها. كفايه بتتدخلي في شؤوني انا. الله تعالي يا ليلى تعالي، انت حلوه كده تعالي. ايه؟ سم. الله. اه يا بني. ايه اللي خلاك تختاري انك تكوني ممرضه؟ يمكن عشان جربت الالم. كفايه الالم اللي انت عشتي فيه، انا لو منك كنت تختار لي ايه؟ كنت اختار لك انك تكوني ملكه. فكره مش بطاله. والمملكه دي ايه ان شاء الله؟ المملكه مش قادر الاقي دلوقتي المملكه اللي تناسبك. خليها في سرك بقى، احسن عقبال ما هتلاقيها هتكون حصل فيها لخبطه. هقول لك ممرضه اضمن. قلت لك تبطل الفجعانه بتاعتك دي، مش تستنى الضيفه. عدمتيني العافيه انت والضيفه بتاعتك. انا مت بجوع، هي راحت فين؟ ما سالتهاش. تسمح بقى تخرج علشان اشوف شغلي؟ اتفضل. حاضر.
هذا؟ برافو عليك. اهلا يا ليلى. اهلا يا سامي. انا اسفه اني اخرتكم على الغدا، اصل كنت بكتب العقد. يا ترى اشتريت العربيه خلاص؟ لا لسه مختلفين على الثمن، لكن اجرت شقه. اخس عليك يا ليلى، ده برضو كلام. مالكيش حق. معلش بقى، اصل الضيافه طالت. هو انت برضو ضيفه؟ لا ابدا، بس الشقه هنا برضو في المعادي يعني كده. طب يلا حبيبتي بقى نتغدى قبل الاكل ما يبقى. يلا قولي يا ليلى، الشقه دي كام اوضه؟ حلوة فعلا، حلوة مش كده والنبي؟ مبروك يا ليلى، ولو اني انا زعلانة منك. معلش حقك عليها. انا مش عارفة انت هتقعدي في الشقة دي ازاي من غير ما تتفرش. ما هي قلت النوم موجودة، وانا هحتاج ايه يا ستي؟ دي زهقت مننا. ودي معقولة؟ بس انا طوعتكم كتير، طوعوني انتوا مرة. يا بنتي ما فيهاش فايدة، طول عمرها عنادية. باي باي بقى يا ليلى، لحسن حمادة مستنيين. طيب مع السلامة. باي باي. تعرفي ليلى صعبان عليا قوي، حظها سيء. امال لو عرفت جوزها وشفت كانوا قد ايه متعلقين ببعض كانت صعبت عليك اكتر. سمسم حماده نام؟ ايوه. طب تعالي بقى لحسن، مش جاي للنوم. طب ودي صوتك. دلوقتي اسكت. والله العظيم اسكت. يعني انت عايزه يتفرز من عيادة؟ لا. لا اتفرز انا. كده كويس؟ ها؟ لا كمان كده. عايز الاوضة دي. العلو ده كويس دلوقتي؟ لا طلعها كمان شبر كده يا مدحت. انت هتبوظي السيمترية خالص. يا احنا بلاش نقعد على الصورة بقى. الله. ليلى. ليلى. ها؟ ليلى. قولي لي العلو ده كويس؟ اه كويس. سبحانك يا رب. أول مرة توافقي على رأيي. سامية. خليك واقف مطرحك، عارف لو انكسرت حاجة. أنا وقعت تحت إيديكم. أدوني لوجه الله. معلش يا مدحت ما تزعلش. احنا صحيح زودناها معاك قوي، لكن انت بصراحه تستاهل فنجان قهوه. هو يعني انت ما عمل حاجه بالقهوه؟ ثاني لما يعلق الحلل في المطبخ الاول يا ليلى. حرام عليك يا ثاني. حلل. انا لو كنت بترافع عن واحد محكوم عليه بالاعدام ما كنتش كفرت زي ما كفرتوني. معلش يا مدحت. على العموم كل ده عشان خاطر عيونك انت يا ليلى. ربنا ما يحرمنيش منك انت يا مدحت. على العموم انا النهارده اكتشفت فيك مواهب جديده خالص يا جوزي، هستغلها من هنا ورايح فيك. عتال يعني. عاجبك كده يا ليلى؟ لا. طب يلا بقى قدامي، شيل انبوبة البوتاجاز من المطبخ وركبها لي في الحمام. تسمع؟ الله. حاضر. اوام بسرعة. مدحت. تيجي نروح سينما الليلة دي؟ ده في افلام حلوة قوي. بلاش الليلة دي يا سامي، عندي مذكرة مهمة عاوز اخلصها. طيب يا حبيبي زي ما انت عاوز.
لما اقوم اشوف ليلى كده في التليفون عامله ايه. سلمي لي عليها. الو، اهلا يا سامي. ابدا ما بعملش حاجه. نتعشى الليله في النادي؟ طيب زي ما تحبي. مدحت. اي تحب تسهر النهارده شويه في النادي بالليل؟ ليلى موافقه. ما عنديش مانع. طيب الو. يا ليلى، هو موافق. طب هنفوت عليك قبل الساعه 9. بقول لك ايه، البسي الفستان اللي اشتريناه سوا. حاضر. مدحت، حماده حرارته مرتفعه يا مدحت. كم درجة؟ شرطتين. يا لهوي شرطتين، يبقى النهارده مفيش سهر في النادي. النهارده النادي لازم يقفل. والنبي يا مدحت انت بالك رايق، ادام احنا وعدنا ليلى يبقى لازم تروح تاخدها، انا هكلمها لك في التليفون. سامية اتأخرت قوي. لازم بقى عشان الشرطتين بتوع حمالة. تصوري دايما بيسأل عليك. يا اختي علي، ده هو اللي بيوحشني بشكل. مبروك يا ليلى. على ايه؟ شايف المخلوق اللي هناك ده؟ اخ، ده بعد الكرافات. معناها انه قرر يرسم عليك. مش قلت لك؟ دلوقتي يجي علينا ولا كانه قصدنا. هيشوفنا فجأة ويطلبك في الرأس. هلو مدحت. اهلا وسهلا. مدام ليلى، الأستاذ حبشي، عضو مجلس إدارة النادي ومهندس مباني. والسبب في جوازي. مش هنسهلك ابدا. الهاني تسمح لي بالرقصه دي؟ تاخرت يا كابتن، سبقتك. اتفضل. هو انت ورايا ورايا؟ طب انا وراك بقى والزمن طويل. ما تاخدنيش يا ليلى، لو ما كنتش عملت كده ما كناش هنعرف نخلص منه. ازيك يا ليلى؟ سامية؟ اهلا. ايه اللي جابك؟ قوليلي، خلصتي شغلك ولا لسه؟ على وشك. ليه؟ عاوزين نقضي خميس وجمعه في اسكندريه، وهناخدك معانا. اسكندريه ايه بس يا شيخه؟ هو انا عمري ما اقول لك على حاجه وتطوعيني؟ هتيجي معانا يعني هتيجي معانا. وبعدين معاك يا حماده، دي تالت مره غير لك فيها هدومك النهارده. اوبا. يا عفريت. شايف حماد عامل في روحه ايه؟ امسك كده يا شاء. الله، ليلى بعدت. الله، دي بعدت قوي. هترجع ازاي؟ كده هات
بعد شوية. مدحت، هي ليلى تأخرت ليه؟ ما انت عارفة بقى الستات لما يقفوا قدام المراية. حرم عليك يا مدحت، هي ليلى برضو من دول. مدحت، أم وحياتك استعجلها شوية. يلا. حاضر. حمادة، تاكل جمبري مشوي؟ ألو؟ ليلى، مالك؟ ما نزلتيش ليه؟ مش عاوزة ترضي؟ أنا عارف إنك زعلانة من اللي حصل، لكن ده كان غلط من عيني. أرجوك يا ليلى، سامية مستنياكي. اعمل معروف يا مدحت، قول لها أي حاجة، قول لها إني تعبانة، أنا مش هقدر أنزل. معلش يا حبيبي، أنا عارفة إنك جحت. دلوقتي الجمبري ييجي. بتقول ملهاش نفس تاكل، هتفضل في أوضتها. أنا طالعة لها، خليك أنت مع حمادة. الله، مالك يا ليلى، في حاجة؟ أبدا، بس تعبانة شوية. ما أنت كمان قعدتي كتير في المية، لازم أخدتي برد. أنا متهيألي كده برضه. ليلى، تحبي نرجع مصر؟ يا ريت والله يا سامية. مش غيري رأيك وتيجي عندنا شوية يا ليلى؟ معلش، أفضل استريح في البيت. باي باي. باي باي. خليك انت مستريح يا مدحت. متشكرة. الو، النادي؟ مدموزيل مديحة ثاني لو فضل. الو سميرة، اهلا يا حبيبتي، صباح الخير. ازيك؟ عاملة بارتي الليلة؟ حاجي ضروري، الا اذا كان انت فهماني طبعا. اوكي، مع السلامه. رايح فين؟ وراها، لكن انت ما تعرفهاش. أعرفها لك حالا. واحد ليمون من فضلك. حر حر قوي. انت بتعومي كويس خالص. وانت؟ بغرق في شبر ميه. في السن ده؟ تديني كام سنة؟ ساعتي واقفة، ساعتك كام؟ ونص لشوية. بقول ايه؟ حر حر قوي. ها؟ ما تيجي نروح حتة هوا. فين؟ مكان اللي يعجبك. بس احنا ما نعرفش بعض كفاية عشان نخرج مع بعض. هنتعرف على بعض، نتعشى ونشرب كاس، نسمع مزيكا ونرقص، ولما هنرقص هنعرف بعض كويس. تفتكر؟ اه. لا مازلت؟ طبعا. اعمل حسابك ممنوع دخولك الشقه الليله. مش هضايقكم. ممنوع. هدخل اوضتي واقفل عليا. ممنوع. ما تبقاش اناني. احنا مش متفقين، ما دام الاشاره متعلقه على الباب تبقى الشقه ملك اللي جواها. دور لك على بيته بره الليله. طب اسمع. نعم. لو كان لو ايه؟ يعني لو كان لها قصدك لو لها واحدة صاحبتها نجيبها ونسهر كلنا سوا؟ يا ريت. طب نشوف. عزت. نعم. أنا هعرف ازاي؟ هكلمك في التليفون. أيوة عزت. إيه؟
ملهاش اصحاب. طيب انا لله دي حظ زفت. حبات فين بقى؟ اسمع، ما تطلب ناني. لا يا عم، دي ايدها طويله، سهرت معاها ليله سرقت مني 7 جنيه وولعها. هي دي ولعتك؟ لقيتها فين؟ في شنطتها. كانت سهرانه معاها امبارح، حبت تلطشني لطشتها. بقول ايه، ما نسهر عند بديع؟ لا، دي قطعه وكلامها كتير قوي. ما تعجبنيش. بس هي الساعه كام دلوقتي؟ 9 ل10. انت وبختك لو لقيناها، هيبقى حظك من السما لو رضيت بيك. اسمعي سوسن، معرفهاش. خش عليها على طول. اتكلم بقى. الو، مادموزيل سوسن، مساء الخير. مين يا فندم؟ واحد يحب يشوفك. لا والله ما حصلش معرفه. الله، ايه دي هتلبخ. الو سوسو، انا حمدي. حمدي مين؟ حمدي رافع. مساء الخير، ازيك يا سوسو؟ بقول ايه، اللي كان بيكلمك دلوقتي واحد صاحبي وصديقي وزميلي وحبيبي، ده حسن بيه، باش مهندس قد الدنيا، اهو هيكلمك. الو، اهلا وسهلا، احب اشوفك. استناكي فين؟ اجيلك المحل؟ هو المحل فين؟ ايوه ايوه عرفته، ثواني اكون عندك. حازم وانا. كنت في المسرح. وضاعت. استلف استلف استلف
قتلت، ضيعتهم كلهم. فين؟ ولا علي. وشبت كاس وعرفت ناس وفرحت وزعلت ولبست وعيطت، وعيطت قوي. طب انا بعيط ليه؟ مالناش دعوة. شغال اللي هنا حبيبتي. بارد ليه؟ قلت له ينظف الشقه قبل ما يمشي ووعدني بكده. اديكي شايف الشقه ملخبطه ازاي. خلاص ما عادش في ضمير ولا اخلاق ابدا. نشرب هنا ولا جوه؟ عايزه مين كان معاك؟ ده ثلج ولا ميه؟ مين كان معاك؟ كان معايا جوز عمتي. جوز عمتك؟ كان معايا خطيبته. خطيبته؟ خطيبة جوز عمتك؟ حبيبتي قصدي عمتي، مراته يعني. وعمتك بقى نزلت من هنا حافية ولا إيه؟ لا أبدا، دي كانت شارية جزمة جديدة تجنن من الأوكازيون. قلعت الجديدة ولبست القديمة. قصدي قلعت القديمة ولبست الجديدة. عايزة؟ نعم. أنت شاقي. عايزة أشرب. من عينيا يا روحي. نشرب هنا ولا جوه؟ ولا علي. انت متجوز يا حسن؟ لا. ما اتجوزتش ليه؟ تتجوزيني؟ عايز تتجوزني؟ هو انا طول يا. طب هتعمل بيا ايه؟ ابقى جوزك؟ وبعدين؟ تبقى مراتي. وبعدين؟ نبقى جوزين ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. ايه رايك تيجي نعملها؟ ايه مالك؟ ما احبش الطريقه في الموضوع ده. تزعلتي؟ لا، الساعه 12 ميعاد السينما. لسه بدري. ما قلتش لماما. كمان ساعه. كان لازم اقول لها. طب نص. ماما هتقلق. زمانها نامت. لا بتستناني. قولي لها الفيلم هندي 19 فصل، كل فصل احلى من الثاني. لا ماما تقلق. مش هتقلق. سيبك يا دوحه سيبك، مفيش امتع ولا الذ من الحريه. الواحد كده يبقى حر، اكل اشرب اخرج انام اصحى اتنطط كده من شجره لشجره زي العصفور. زي العصفور. على رايك يا عازف، اللي زيك ما ينفعش في الجواز. لكن ازيك انت بقى هتتجوز. انا؟ مش ممكن. هتشوفي. ليه اربط في رقبتي سلسله يشدني منها لبي جوزي؟ اقعدي نامي كلي اشربي وهو داير على حل شعره بره. دي بيضه يجري وراها، دي سمره يحبها، وانا اقعد احط ايدي على خدي مستنيه البي في البيت. لا يا عزت، رجاله مالهمش امان. طب خلاص يا حبيبتي خلاص، هتتنرفزي روحك ليه؟ انا معاكي، تحيا الحريه.
الليلة. تاني مش قلت لك لازم اقول لماما؟ طب المرة الجاية؟ حاضر. امتى؟ خلال الظروف. حاسة انا اتأخرت قوي. هي دي عمتك؟ لا مديحة، مديحة فهميني، فهميني يا دوحة، فهميني والله، والله يا عمتي والله. عزي، ايه اللي جابك؟ ما قريتش الورق اللي على الباب؟ اللي جابني؟ أنا مش متفق معاك يا بني آدم إنك تشوف لك بياتها الليلة برا. أنت اللي ما كانش يجب تدخل ما دام لقيت ورق على الباب، إحنا مش متفقين إن الشقة ملك اللي جواها. نعم يا سيدي، نعم يا أبو علي، نعم. أنا ماشية بقى. طيب حبيبتي، هنتقابل هنا كل ليلة جمعة. مع السلامة. مع السلامة. مش قادرة أقولك اتفضلي معايا. وأنا مش قادرة أسيبك. ما تيجي نروح أي حتة، ناخد كاس، نسمع مزيكا، نرقص. معلش وقت تاني، أنا اتأخرت أوي. أنا حبيتك أوي. وأنا كمان. تعرفي قد ما كنت متنرفزة وأنا نازلة، قد إيه أنا فرحانة دلوقتي إني عرفتك. ميرسي. هنشوف بعض تاني؟ طبعًا. طيب، باي باي. باي باي. تصبحي على خير. وأنتي من أهلي. اسمعي، ما تنسيش اللي قلت لك عليه. قلت لي على ايه؟ عليكي واحد. مع السلامه. باي باي. ايه ده يا بنتي، كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في السينما للساعه 2. كان معي بنات صحابي، وبعد ما خلصنا الفيلم اشترينا سندوتشات. الجيران لما يشوفوكي راجعه في الفجر يقولوا ايه يا بنتي؟ ربنا يكفينا شر الناس وكلامهم. انت لسه بنت يا حبيبتي، سمعتك تاب فوق راسك. تصبح على خير. بونسوار. بونسوار. سعيدة يا بابي. سعيدة يا حبيبتي.
عامل ايه الليله دي؟ زي كل يوم. معلش عن اذنكم. رايحه فين؟ ما تقعدي معانا شويه. معلش يا بابي، اصلي تعبانه شويه وعايزه انام. طب يا حبيبتي على كيفك. عن اذنكم. مع السلامه. يلا يا سيدي. جاي. كام كام؟ بنتك حلوه قوي. كارت طالع على ابوها. انت فاكر نفسك حلو؟ ثلاثة كام؟ براحت عليك يا راجل. صلت فشر، انا هفضل حلو كده طول عمري. والسهرة حلوة والترابيزة شعرية والسمية سكة. سمية مين؟ واحدة صاحبتي كانت في الكويت وجت امبارح. لو كنت جيتي امبارح كنت اتبسطتي خالص. على العموم ما تنسيش الخميس الجاي لازم تيجي. ان شاء الله طبعا حاجي. صباح الخير. ايه خصمان؟ حقك عليا يا ستي، انا غلطان. انت مين؟ انا مين؟ انا عزت. عزت؟ عزت بتاع امبارح. ايوه بتاع امبارح. ما خلاص امبارح فات. بابا يا سمير اشوفك بالليل. بابا يا راح قلب. انت اسمك ايه؟ نعم. اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ سميرة. اسمك ايه؟ انا عزت. عزت؟ عزت بتاع امبارح. وانا كل ما اروح في حته الاقيك في وشي. انت عايز مني ايه؟ انه يجيلك مزاجك تتعشي معايا. فين؟ مطرح ما يعجبك. وتبطل تطاردني؟ اوعدك. الليله دي انا سهرانه عند واحده صاحبتي، تحب تسهر معايا؟ ما بحبش اصحابك دول. يبقى مره تانيه. اوكي باي باي. هنسهر سوا الليله دي؟ فين؟ عند واحده صاحبتي هعرفك بيها، عامله بارتي يجنن. ايوه بس الليله دي انت عارفه. نسيت. هاتي وتعالي اسهر معانا. يمكن ما يرضاش. حيرضى، ده انتوا هتنبسطوا قوي. العنوان اهو، تعرفي ما جيتيش هزعل منك. اما اشوف. اوكي باي باي. مع السلامه. ما شربش الشاي
حوشن يا بنتي. يا قد كنت يوم ده انا عسوس. بس بالغلا اللي معاكي ده وتيجي تسهري معاه. مرة جاية ان شاء الله. عن اذنك. اتفضل. مالك يا عسوس؟ البت دي هتجنني. حسن انا معايا فلوس. انا عارف. خليهم معاك. لما احتاج هقول لك. تزعلنيش. حسن انت حاسس ان دلوقتي بقابلك عشان الفلوس؟ مبروك يا حسن. مبروك يا ابو علي. مبروك على ايه؟ ده خيبه تقيله. وهي طنطوس وحشه؟ طب دي جنه. انت رحتها؟ ثلاث اشهر لما روحي بقيت هنا. من حيث؟ من حيث كله. قد كده وحش؟ ابدا، دي بلد جميله جدا. سرايات وبيوت، لكن بقى لا سهرات ولا قعدات ولا حاجات. ومن الساعه 10 خص. تحس ايه المنيل ده؟ أفندم. سوسن صباح الخير. صباح الخير يا حسن. هقولك على خبر زي الزفت. أنا اتنقلت طرطوس. أيوة طرطوس قبلي. إيه رأيك أنا هستلم العمل بعد أسبوع. إيه رأيك ناخد أجازة نسافر في أي حتة نقضيه سوا؟ تطلب نقلك لبلد اقرب. ده اللي في نيتي، بس بعد شويه. تعرف انك هتوحشني قوي. وانت كمان. دي مجامله. سوسن. نعم.
ايه اللي خلاكي؟ قصدي يعني الخوف، خوفي من بكره، خوفي من اول الشهر يجي وما اقدرش ادفع اجره البيت. ماما تعيه، ما اقدرش اجيب لها الدواء، انطرد من شغلي واترمي على الرصيف. طبعا انت فاهم ده كله. وما اتجوزتش ليه؟ يعني كانت قدم لي عرسان ورفضت. أكل في أزمة جواز اليومين دول. إيه ده؟ عشان ما تنسينيش. يا باشمهندس. الله ينور عليك يا سيدي. لقيتولي شقة؟ لقينا لك شقة مفروشة لكن محترمة. شقة مين؟ شقة الست أم كوستة حرم الخواجة كرياكو. ناس جريد من بتوع زمان إنما عشريين قوي. يا سلام. أمال تعجبك؟ اتفضل اتفضل يا باشمهندس. اتفضل ساعة البيت. الشقة عجبتك يا باشمهندس؟ كويسة مش بطالة. اتفضل المفتاح. أي خدمات تانية؟ متشكر. السلام عليكم. قول لي. نعم يا فندم. يا شقة الخواجة كرياكو فين؟ دي قدام سيادتك على طول هنا. طب مع السلامة. الله يسلمك. مين؟ أنا حسن عبد الحميد، جاركم الجديد. كلاستو كرياكو؟ يوسف نامو؟ تو خسن بيه. خسن بيه. اهلا وسهلا خسن بيه، نورت البلد خسن بيه. تفضل تفضل خسن بيه تفضل. الحقيقه انا جاي اشكركم على الجميل اللي ما فيش جميل خسن بيه، احنا كلنا اخوات. انت واخدك؟ ايوه. والفاميليا؟ ما فيش فاميليا. تاكو ميري دنيش فاميليا. مش مخيم خسن بيه، مش مخيم، احنا في خدمتك. انا فرست ثابته انت بالزو بتاعنا، ويمكن الزو بتاعنا مش هيجي بالزو بتاعي. لا ابدا ابدا، يعجبني قوي قوي. حلو؟ خلو. خلوي؟ خلوي. انا ممنون. مفيش ممنون خسن بيه. ميرسي، انتوا ناس طيبين في الحياه. ميرسي خسن بيه. طب استاذن انا. لازم يمسكتوا وقت كافيه. هاتي نامو. كلم الكافيه. كلا باباكي. اخلين وساخلين خسن بيه. اهلا الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا حضرة العمدة. إن شاء الله تكون مبسوط من الشقة. كويس يا عمدة. والعيلة هتشرف إمتى؟ مفيش عيلة. ربنا يسهل. ما يلزمكش أي خدمة؟ متشكر، عن إذنك.
الخير يا باشمهندس. صباح الخير. طرطوس نورت والله. يا اخويا اتلم. اسمع. افندم. قول لعوضني جاهز الموتوسيكل عشان نفتش على الزراعه. حاضر يا فندم. تعال انت بتخش وريني بتخش ولا 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 ده انت شايف لا لا وريني ايوه ايوه خد اخر علاوه امتى انا مش بتكلم على علاوه انا بتكلم على الدرجه فين هو الضمير يا حضره الناظر بابو الزبده في الجمعيه ب8 ساغ نشتري ب9 و10 من الجمعيه لا من البقال الجمعيه ما فيهاش زبده تلكت البقال بقدره قادر مليانه زبده بقى ده اسمه كلام إذا كنت عايز استمراراتك تمشي، ناوي البشكة تبقى قرشين. رشوة يعني؟ ما تبقاش حنبالي، هدية يا أخي. ده صحيح، أهلا وسهلا ساعة البيت، تشرب إيه؟ واحد ويسكي، ما عندناش ويسكي. كونياك، ما عندناش خمر خالص. أمال عندكوا إيه؟ قهوة، شاي، جنزبيل، قرفة، هنسون. دينير حاضر السلام عليكم يا جماعة السلام عليكم السلام يلا بينا احنا تمام يلا يلا يا سيدي والله اتفضل لا اتفضل السلام عليكم السلام عليكم شلبي ايوه اتفضل يا حضرتك شلبي افندم نعم اتفضل زي ما قلت لك الناس دي قايمة ليه؟ الساعة 10 ميعاد التشطيب تشطيب ايوه حسابك كام قرشين متشكر سيجاره واجب علينا يا بيه يدوم اسمك ايه محسوبك فراج يا بيه عاش الاسامي قول لي يا فراج هي البلد دي مفيش فيها اماكن للسهر خمامير يعني لا قصدي صالة مزيكا رقص سهر لمين السهر والرقص يا بيه اهالي البلد ملهومش الموظفين ما معهومش السهر والرقص والحظ في البيوت العائلات مع بعضيه والعازب العازب ملوش في البلد ايه هنسهر سوا الليله اهي ما احنا سهرانين اهو لا نسهر في حته تانيه غير هنا المره الجايه وبعدين يا سوسن انت بتتهربي مني ليه؟ اذا كان على الفلوس انا مستعد لكل طلباتك هبنيلك فيلا وافرشالك بس عزوز عزوز بيه تسمح؟ ايه؟ دور عليه دور ايه؟ حكمني ليه؟ انا بس محمد مظريف خلني اسالك شويه اسئله كده بالضبط بمنتهى الصراحه وصدق وامانه تعال على ذوقك يا جماعه عزوز بيه اتفضل اقعد قول والله العظيم اقول الحق والله العظيم والله عظيم جدا ابوك بيشتغل ايه؟ بعدين بقى قول ايه دليل الاحراج ده؟ قول بس قول انت قول صرامات وامك الله احنا هنخش في العائلات ولا ايه؟ جمعت ثروتك منين؟ اهلاوي يعني ايه؟ شعبطه يعني ايه؟ ما تفهموها بقى شيلني واشيلك دوحة حبيتي كام واحد؟ ولا واحد يا كدابة انا عارفة زمان حبيت واحد طب وما اتجوزتوش ليه؟ اصله ضحك عليا ازاي؟ اتجوز واحدة صاحبتي ودلوقتي بتحبي مين؟ بحب واحد موجود هنا؟ دانا ايه أكتر حاجة بتحبيها في الدنيا؟ الفلوس ليه؟ عشان دقت الفقر سوسن انت راضية عن نفسك؟ راضية ومش راضية مش راضية عن ايه؟ عن اللي انا فيه وراضية بايه؟ باللي انا فيه دخلك كام في الشهر؟ وليه ما اتجوزتيش؟ مفيش حد ضحك عليكي؟ ايه املك في الحياة؟ ماليش امل انا ضايعة كلنا في الهوا ضايعين يلا نضيع يلا I promise it's gonna be true. Please let me.
لله على السلامة. جيت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. ازيك يا سوسن؟ وحشاني قوي. عندي اجازة يوم واحد، أول ما تخلصي تعالي بسرعة. تيجي تاني؟ لو قدرت مش هتأخر. طب حاول ما تتأخرش. سوسن. ما تيجي انت معايا. واسيب مصر؟ ليكي مين في مصر؟ أمي وشغلي. أنا كفيل بيه. طب هتقول عليا إيه هناك؟ صحيح. أقول هناك. أقول إنك أختي. أنا أختي. أصلاً هو مش المفروض إن كل واحد له أخت. أنتِ أختي. فكرة. سوسن. خدي شهر إجازة. شهر حسن نقضيه سوا. حسن، أنت بتتكلم جد؟ سوسن أنا محتاج لك. أنا ما تعودش أرفض لك طلب، بس هقول إيه لماما؟ قولي لها إنك اتنقلت اسكندرية، مسافرة اسكندرية، صاحب المحل بعتك توضب المحل اللي في اسكندرية، قولي أي حاجة. ها؟ قلت إيه؟ هفكر. ما تفكريش. اتفقنا. حسن. سوسن. حسن. الحمد لله على السلامة سوسن. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. وحشتني قوي يا حسن. سوسن. مين دي؟ أخته. كجلك المستنية. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً. الحمد لله بالسلامة مطمزيل سوسن. الله يسلمك. خواجة كرياكو ومدام أم كل. أثناء. تشرفنا. كلا مطمزيل سوسن البيت نور. تفضل مطمزيل. تفضل حسن جوه. معلش وقت تاني. لا مش ممكن، اتفضل دلوقتي. معلش يا مدام، أصلي جاية تعبانة من السفر ولازم أوضب هدومي. طب اسمك حسن بيه. كرياكو، مدام كرياكو، شرفتوا بخضريتك والخانم اخت خضريتك. ليلادي معزومين عندنا. بلاش ليلادي، خليها ليله تانية. لا مش ممكن،
بعدين انا جيت زعلان. ليه يا كيري اكل خاصه بيه؟ بعدين انا جيت زعلان. لا واحنا هدي زعل المدام. حاضر. استخورة اتنا سيبو يرتاح. عن اذنكم. استوكالو. مع السلامة. حاستينا سوسن. صحتك يا اختي. صحتك يا اخوي. انت هتقعد هنا كتير سوسن؟ شخ. لا لا سوايا دي سوايا. لا بيستنك هنا تملك. طبعا انا اخوي. ايه ده؟ ايه ده؟ يا اخوي اقعد على طول بقى. طبعا. عكس شاكي نام. برافو فاكر. برافو فاكر يا اخو. يلا سلام عليك. يلا 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 على فكرة انت بترقص حلو. ميرسي. بتعرف ترقص بلدي؟ ابني كوستا كان بيرقص كويس كتير. برافو برافو. دينينا اتنا دينينا. اخ بوي ستورا كوستا. تي كان سبيرينا سنعي مزينا. امال هو فين دلوقتي؟ سافر استراليا. بيشتغل ميكانيكي. كان عاوز احنا نروح معاه. لكن احنا مبسوطين خينا. بكره يرجع بالسلامه. سلام. ايه بيضك على كريال. بيضك على عندكم اسطوانه بلدي؟ ليه هسي؟ طب يا ايه؟ هتنامو؟ مش هرقص عليها. برافو برافو ما تنسى برافو. اوربس يلا اوبا اوبا. هسي برافو. عوضين من فضلك هات لي اربع ترغفه بس بسرعه وحياتك. صباح الخير. صباح النور. شرفتي طرطور. متشكره قوي. بنتك باشمهندس نور. الله يخليك. وحضرتك بقى الست بتاعته؟ لا انا اخته سوسن عبد الحميد. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. اتفضل عيش. سوسن سوسن. الله انت لبست يا حبيبي. البلكونه مفتوح. كنت بتتكلم مع مين؟ مع الجيران. جيران؟ ايه غلطت؟ لا ما غلطتيش بس مساله الجيران دي بلاش منها. وش جف الشهر. صباح الخير وتنك داخله. اللي تزوق وقف شويه. طب هم هيكلموني ما ترديش؟ ليه وانا خرسه؟ رد مختصر.
يمكن عايزين يتعرفوا عليا. الا دي خلينا في حالنا. سوسن يا حبيبتي انا ما بقيتش حريتك، بس انت عارفه ان انا ما بحبش الاختلاط. طيب كفايه علينا الخواجه كرياكو والست ام كوستا. وانا وانت. الله لسه ما فطرتش. ما فيش وقت، اتاخرت. باي باي. ايه؟ البلكونه مفتوح. باي باي. مع السلامه. باي باي يا حسن. واقفة عندك كده ليه؟ بتعملي ايه يا عيشة؟ بصبح على اختي الباشمهندس. اخته؟ وصلت امتى؟ امبارح. يا ام احمد يا حاجة خش انت. ايوه يا عمدة. حاضر. اختي الباشمهندس وصلت امبارح، واجب تروحي تزوريها وتتوددي لها. كمان يوم ولا اتنين يا حاج. خير البر عاجله. اخوها باشمهندس لا خطب ولا شبك. درداح امال يا ام احمد. الزمان ده عايز كده يا ولية. صباح الخير. صباح النور. عايشة هانم بترقم دي بتسلم على حضرتك وبتقول لك النبي يقبل الهدية. بس انا ما اعرفهاش. دول جيرانك ساكنين في الصناعي اللي قدامك، وهم اصحاب الملك بتاع البيت ده. متشكرة أوي. فوتك بعافية. مع السلامة. متشكرة قوي على ايه التعب ده؟ حاجة مش قد المقام تاكلوها بالهنا والشفا. ابقي اتفضلي عندنا. ان شاء الله، بس لما تيجي انت الاول. احنا نتشرف. الحمد لله على سلامة الست اختك. بنتي عيشة شافتها وحبوا بعض من بعيد لبعيد، ونعم الجيرة. شكرا يا حضرة العمدة. لازم تشرفونا. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. انا هعمل لك عزومة لوحدك. بقى يا ستي قوي منتظراكي. ان شاء الله. ان شاء الله الجمعة الجاية. اهلا وسهلا. مع السلامة يا روح. مع السلامة. اشوفك بعدين يا سلسلة. ان شاء الله. مع السلامة. باي باي. اه. ايه ده يا سلسلة؟ تقصى عليك يا حسن. كده تخدني. ده اتفقنا. طب انا هعمل ايه؟ ناس وجم لغاية عندي. اقفل باب في وشهم. مرة وعدي. مع سوسن اعملي معروف انا مش عايز لد وعجن من كتر كلام. كتر كلام ليه؟ وانا واحده جايبه تسليك. تنسي يا استاذ انا اختك، وان الجيران لازم تزورني وازورهم. لو انا قطعتهم هيحصل عندهم شك، واحنا مش عايزين الشك ده. اتفقنا؟ اتفقنا. طب هات بوسه. ايه؟ ده انا اختك. الله. ايه في ريحه ايه؟ فرقه العمده. الله. استنى هنا شوية. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولاً الحمد لله على سلامة الهانم أختك. الله يسلمك. ناظر المحطة قال لي إنها شرفت إمبارح. أيوة. ثانياً أنا جاي أعزمك على فرح بنتي يوم الخميس الجاي. مبروك. ربنا يتمم بخير. وطبعاً الست أختك مش عايزة عزومة. لازم تشرفني معاك. أه طبعاً طبعاً. يا شرف لينا احنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. Thank you.
اهلا احمد. احمد ابني. الباشا مهندس حسن. زي القمر. صحيح؟ العينين كلها ما اتشالتش من عليكي. خصوصا الواد الاسمر. مين الواد الاسمر؟ ابن العمدة. اه، اللي كان قاعد بيبص لي على طول. ايه ده، معجب؟ ما يعجبش ليه؟ هو انا وحشة؟ ما انت الاخرى كنت بتبصي له. نعم بقى؟ تسمح تقول لي ايه اللي يجيبني من مصر ويخليني اقعد معاك هنا؟ تزهلتي؟ اه، عايزة انام. والله انا بهزر. لا. حقك عليا. لا. ايوه حاضر. ستي. ايوه. طرطوس على التليفون. الو الو. ايوه يا سوسن، انا سميره. الصوت بعيد كده ليه؟ وحشتيني قوي. اهلا يا كتكوت، وحشتني يا ابن الايه. الو، هتيجي امتى روح قلبي؟ مش باين؟ ليه؟ انت اتجوزتي ولا ايه؟ لا. ولما هو لا، قاعده عندك بتعملي ايه؟ قولي لي يا روح قلبي، تيجي تشمي معانا نسيم؟ ما اقدرش اجي، ما اقدرش اجي، ما اقدرش اسيب حسن لوحده. ما تتصوريش انا قد ايه سعيده هنا ومبسوطه. ايه؟ ما اقدرش اجي. اسمعي، ازاي مديحه؟ كويسه؟ ايه؟ ما بتشوفيهاش؟ ليه؟ بتحبي مين؟ الو الو سميرة. كانت عايزه ايه سميرة؟ كانت تطمن عليا والسكه اتقطعت. احسن. استني انت، انا اللي حضرت. الو. ايوه الو يا سوسن، انا عزوز. اصل ما لحقتش اكلمك علشان الخط اتقطع. الو الو. انت سامعني؟ بقول ايه؟ مادام لسه ما اتجوزتيش صاحبنا، قاعده في الغلطه ده ليه؟ الو سامعني؟ سيبك من الفقر اللي انت فيه. تعالي يا حبيبتي، انا هبني لك فيلا وافرشها لك وادي لك 200 جنيه في الشهر. انت ما بترديش ليه يا حلوه؟ انت مش سامعاني؟ انا مش عايزه اسمعك ومش عايزه اعرفك. حسن حسن، هو
وقال لك حاجه ضايقتك؟ ما يهمنيش اللي قاله. ده شيء بينك وبينه. لكن كونك تغفليني وتعملي تليفوني انطره ده اللي ما اسمحش بيه. وانا ما اقول اعمل حاجه كده؟ انا مش مغفل. تعالي يا حبيبتي ما دام لسه ما اتجوزتيش، هبني لك فيلا وافرشها لك، همتعك وابسطك. اتفضلي روحي له. انا مش ماسكك. كده يا حسن. افرضي عامل التليفون زي محاريس الحب والغرام اللي بينك وبين سعد زوز. قبل الشمس ما تطلع البلد كلها هتتكلم.